هكذا استقبل جمهور النصر الصيفي ابناعنا الفوارة بملعب 8 ماي 45 بعد الانجاز التاريخي لاول مره في تاريخ النوادي الجزائريه عندما اقتطع الوفاق الصيفي تأشيرة التأهل لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية بصيغته الجديدة. وكلنا وراء النصر الصيفي حتى تزور ملكة عرش إفريقيا منبع عين الفوارة. وفاق الصيفي استقبل مولودية بجاية، فكان الحوار الكروي شيقا من البداية إلى النهاية، والبداية كانت بهذا التغيير الاضطراري عند الدقيقة 8 من المرحلة الأولى بالعميري الهادي يصاب ويعوض بنمنديل ظهير. واللقطة المشاهدة أول محاولة في الدقيقة 9 لعبد الملك زيايا. مرة أخرى عند الدقيقة 15 زيايا في وضعية جيدة يضيع فرصة من ذهب بعد تمريرة محكمة من يونس سفيان. مرة ثالثة زيايا وجها لوجه مع الحارس رحماني، هذا الأخير ينقذ الموقف بأعجوبة. مولودية بجاية يرد بقوة عند الدقيقة 34 بواسطة فرحات مالك بعد عمل رائع لبلو سليف. بعد هذه المحاولة البجاوية تأتي فرصة توقيع الإصابة الأولى للزوار الذين كان في استفاقتهم صنع الخطر الحقيقي الذي تجسد بالهدف الرائع لرحال فوزي عندما توغل في المنطقة. اخترق الدفاع بسرعة وتمكن من تسجيل هدف الافتتاح، كان ذلك في الدقيقة 37 من عمر المرحلة الأولى. أبناء الوفاق حاولوا العودة بسرعة في النتيجة، فكانت المحاولة الصعبة في الدقيقة 40 من كرة ثابتة نفذها أكرم جحنيط باتجاه القائم الثاني. ليعيش الدفاع البجاوي لحظات مرعبة وحرجة إلى أن حسمت صفارة السيد بوسليماني حكم اللقاء وقائع الشوط الأول بهدف يتيم لصالح مولودية بجاية. الشوط الثاني فرض فيه الوفاق ضغطا رهيبا على منافسه، ففي الدقيقة 56 اللاعب البديل بنيطو محمد في أول لمس للكرة يوجه قذيفة صاروخية أسقطت الحارس رحماني أرضا بعد تصديه الصعب للكرة الساحقة. ثم محاولة القرع التي أبعدها الحارس إلى الركنية. حملات الصيفية تتوالى دون توقف، وفي الدقيقة 66 بعد مخالفة جحنيط كاد زيايا أن يعدل لولا القائم الذي حرم الوفاق من هدف محقق. مرة أخرى وبسبب الضغط الرهيب الذي فرضه أصحاب الأرض على الخصم كاد أشبال المدرب خير الدين ماضبي تعديل الكفة لولا سوء الحظ. عند الدقيقة 82 كاد حمزاوي من جانب المولودية وبتسديدة محكمة أن يضيف الهدف الثاني بعد عمل هجومي معاكس قاده القائد دحوش نسيم. المجهودات المضنية التي بذلتها عناصر الوفاق أثمرت في الدقيقة 89 بهدف التعادل الذي أمضاه يونس سفيان الذي أعاد المباراة إلى نقطة الصفر لتنطلق من جديد. لكن الجديد هذه المرة صنعه الزوار، ففي الدقيقة 90 هجوم عكس خطير كاد على إثره فرحات أن يسجل الهدف الثاني القاتل لولا التدخل الموفق للحارس سفيان خضيرية. آخر محاولة في اللقاء جاءت في الوقت بدل الضائع، الزرداب ظهير وبقوة كبيرة كاد يقضي على الحلم الصيفي في هذه المباراة لولا التألق والبراعة الاستثنائية التي أظهرها سفيان خضيرية عندما تصدى استوقف وأوقف كرة كانت تسير باتجاه الشباك. وهدف لمثله النتيجة النهائية لمباراة أسالت العرق البارد لمن يهوون الصيد في إدغال إفريقيا.